كمان عايز طب انا اقول لك حاجه، لو العسكر دول لوحدهم انتوا كنتوا فين؟ انتوا السلفيين كنتوا فين؟ ما انضمتوش للثوار في النادي ليه؟ يا استاذ ابو العز، اولا نقطه نظام، الاخوان كانوا موجودين مع الثوار، هناك مشاركه بين الاخوان وكل القوى السياسيه في الحوار مع المجلس العسكري. احنا عايزين المستقبل مش الماضي. يعني عايز دكتور جمال يعني لو تكرمتم، يعني هي الفكره احنا عندنا مجموعه احداث ما بقتش مجال للجدل بقى خلاص. يعني انا بستغرب جدا ان هم لسه بيتكلموا فيها، يعني موقفهم الماده 28 وهم اول اللي كانوا واقفين بيدافعوا مش عايزين نعدلها عندهم. يعني عشان كده انا امبارح قلت لزميلي العزيز انه حتى هو بيقول دلوقتي التوافق وان الموقف دلوقتي كذا، انا هرجع اقول له نفس اللي قلته له امبارح. الحمد لله ان احنا في دايره العملي والشعب هيشوف انتوا قصدكم ايه عشان بس كويس جدا. طب كلمه اخطاء بقى عشان بس نروح للصميم، يعني انا مش شايفها اخطاء، انا شايفها تعمد، وشايف ان هم في لحظه ما كانت مصلحتهم من وجهه نظرهم تيجي بمواقف سياسيه معينه اخذوها، ولما حصل ان مصلحتهم تغيرت وكانت المصلحه انهم ينزلوا يضغطوا على المجلس العسكري ويديله احساس ان احنا موجودين وان نقدر نقلب عليك الشارع تتفق مع المصلحه، وفي الحقيقه يعني تاني العملي هيثبت ده مش بعيد والله، ده بكره وبعده وبعده، يعني ممكن الاسبوع الجاي ده الشعب كله يشوف المشهد ده. نظرك انت دكتور محمد، الحاجه بقى الثانيه واخطر حاجه في الحقيقه، يعني انا في وجهه نظري الاخوان يتحملوها بشكل طبيعي، ان المواطن العادي لما بينزل في الشارع بيضغط بمطالب شعبيه وطنيه مباشرة على مصالحه، فزي ما نزل قال حرية وعدالة وكرامة وما شابه، انه كان هينزل يضغط على. احنا النهارده من اكثر الجرائم السياسية اللي حصلت برضه في وجهة نظري تسييس تعبير المد الشعبي عن رأيه، يعني بدل ما كان الشارع بينزل يعبر عن مطالب وطنية شعبية مباشرة، مباشرة يعني ايه؟ يعني ما كانش بيتكلم في تفاصيل سياسية، كان بيتكلم عن مطالبه هو، احتياجاته هو، فيضغط على الأغلبية اللي هم الإخوان، ويضغط على الأقلية الليبرالية واليسارية، ويضغط على الحاكم العسكري الآن أو المجلس العسكري الآن إن هم يعجلوا إجراءات عشان مصالح الشعب واقفة الآن الميدان وإمتى يملاه. في غالبها سياسية، في غالبها نتكلم كده في الغلط، في غالبها في غالبها سياسيه، خلى المد الشعبي النهارده هو مجرد اداه. دكتور ما قعدك في جنب لوحدك واحنا اتنين اقعد جنبكم عشان يبقى انت قاعد جنبكم تديني فرصه اتكلم. لا انا قطعتك وانت بتتكلم. قيس تعبير الشارع عن رايه، اصبح الشارع الان حتى الميدان امبارح واحنا بنبص يقول لك دي لحظه توافق والشعب اتجمع، فانا بقول لك راجل خش في تفاصيل حضرتك كده، انزل بالكاميرا تحت شويه شوف ده بيقول ايه وده بيقول ايه وده. اذا حتى المد الشعبي اللي احنا كنا بنعول عليه تعبر عن مطالبها، بتنزل تعبر القوى السياسيه. في الفاظ الدكتور محمد جوايا مساله العبث والحاجات دي، الدكتور جمال بيتكلم عن هذا الكلام. الدكتور جمال الدكتور جمال بيتكلم في اللغه محترمه. خيال يا فندم. الدكتور جمال هو لازم يكون خيال ومحقوق خيالك انت يا دكتور. اتقوا الله، انتقدونا احنا المتقين، اتركونا نقول احنا المتقين، اتركونا نعبر عما عندنا. انت عايز تعبر باللي جواك، تعبر في القوانين، انت عايز تتكلم اخواني. انت ما شاء الله، انا يساري، انا ما بتكلمش اخواني، انا مدني مش بتكلم زي ما انت. سيبنا اتكلم يا استاذ، سيبنا نقول رايه. هو اصل هم اتنين يا عم، سيب الراجل يقول رايه. لا معلش حضرتك ب10. لا العفو لا مش ب10 ولا حاجه، هو من طب الدكتور جمال. لا احنا واحد بواحد.
طيب الدكتور جمال بيتكلم على فكره ان الميدان توحد طب احنا الائتلافات والحركات الثوريه قبل يوم الجمعه بيوم عملوا كده بيان كتبوا فيه مطالب قد يتفق عليها البعض وقد لا يتفق، الاخوان المسلمين الفصيل الوحيد اللي ما مضاش عليها. طب ايه المشكله لو انت نازل على خلفيه ما انت بتتكلم بقى لا مش انا اقول لك مش انت بتتكلم لا اقول لك بتتكلم توحد في نقطه دكتوره هلا اسمحي لي احنا عايزين نتكلم على امبارح حجازي دلوقتي بيتكلم على ان ايوه بنهتف ضد العسكر هو نفسه الشيخ صفوت حجازي اللي كان بيتكلم يقول ايه يعني لما نعمل صفقات ما العالم كله قاعد يضرب مثال بالبرازيل والصفقه وان القوات المسلحه حامت الثوره وان وان بس في تصاعد لا يمكن ان ننكره ده عايزين نعرف حاليا بنرى في تصاعد بين المجلس العسكري وجماعه الاخوان ما هو ده الصفقه يا دكتوره هلا في تصاعد دي الصفقه لا ده صفقه ما هو البعض بيصور ده صراع الاشقاء يعني امبارح شفت لا بالعكس استعراض والبعض يقول لك استعراض دكتور محمود غزال انت بتجيب كلام ما رفعتوش القضيه ليه طب يعني رفع القضيه معلش بقى انت بتقول له شوفتهم بعينيكوا محدش يوجه يا استاذ ابو العز التهم كده يا استاذ دكتور اسمحي لي واضح ان الاستاذ ابو العز محترم وتقدير ما هو بيخرجونا موضوعات اولا يرجعونا للماضي انا بسالكم دلوقتي على التصادم ما بين الاخوان اولا فكره التاريخ يا فندم اسمع بس ما نقرا التاريخ انا بقرا التاريخ مش الماضي ده مش انا اللي كنت عايز ارجع في الماضي ده يا محمد بيه مش يعني قلت لك ارجع كان بيقول لي هنزل على 30% وبيقول لي مش هنزل على ده وضحك عليا اصدقه ليه بقى انت عايز تقول حاجه قديمه اجي اخش في القديمه اقول لا خلينا في الجديد معلش انا مش انت قلت من شويه ما كنت انا قلت ما نتكلمش يا استاذ محمد عايزين نقول ده انا طول عمري بقول احنا واحنا بنتكلم معاكم لازم نقرا تاريخكم كويس جدا اقرا يا اخوي ولازم نقرا تاريخكم في السنه حتى واحنا قاريين تاريخك كويس او عارف تاريخك يا محمد ما تقرا تاريخك انا اقول تاريخ. قول يا حبيبي كل اللي انت عايزه وبناء عليه خلينا نتكلم في الموضوع نقول بقى دكتوريه العليا لا 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 نائب ولا ربنا هيديك وتبقى نائب قريب قرار الدكتوريه العليا النهارده قولي عايز تقولي قولي لا يعني ننقل بقى ننقل بس بدل التراشق ده لا مفيش تراشق ولا حاجه هي في فكره بس زي ما قلت لك في البدايه دكتوره هنا يعني نتصيد ببعض احنا عايزين هذه الطريقه اقول لك بامان انا راجل بتاع حوار وشغلتي حوار كنت بتحاور معاه امبارح مفيش مشكله بس في اشكاليه عملتوا ايه امبارح؟ ما انا مفيش مشكله انا اقصد ان اقول ايه حينما يتشبث البعض ويتصلب برايه ويعتبر ان رايه هو الاصوب وغيره خطا انا بقول اللي انا مانيش صواب مطلق بس انت بتقول برضو 100% كلامه غلط في ايه بقى في الجزئيه لا ما انا اقول حضرتك حاجه الصواب بيقول معلومه انا بتكلم في المعلومه انت حضرتك عارفه واعلاميه وفاهمه ان الخبر معلومه الخبر لابد ان يكون فيه 6 شروط عشان يبقى خبر فانا بقول في هذه الجزئيه اللي هو بيطرحها غلط لانه بيقول معلومه عني غلط فانا بقول هي المعلومه دي مش صح وبناء على فكره الصفقه اللي الاستاذ ابو العز دايما بيروج ليها غير موجودة أصلا في قاموس الإخوان ليه بقى الصفقة دي لو كانت موجودة أستاذ أبو العز كانت عملت من زمان قوي 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 إذا كنا نرجع للتاريخ وإذا كانوا هم عايزين يوصلوا السلطة كانوا وصلوها من زمان قوي 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 ده 1 2 إنه الذي يتحمل مسؤولية في هذه المرحلة أنا بعتبر من وجهة نظري إنه إن لم يوفق وإن لم يعان فهو بينتحر ليه لأنه النظام السابق المجرم من النظام أنا نظام النظام السابق اللي هو نظام حسني مبارك صفر بالصاد صفر مصر وجردها تماما فمن يتحمل المسؤولية في هذه المرحلة هو على خطر عظيم وبناء عليه الإخوان هم أنت تعلم هم أول من طرحوا فكرة الرئيس التوفيقي البعض طلع قال إيه ده معنى رئيس توفيقي اذا هناك صفقه بين الاخوان وبين العسكر خلاص مش هنتكلم على الصفقه احنا بنتكلم على الوضع الحالي دلوقتي طب ليه ما وقفتوش على تعديل ماده 28؟